السلام عليكم ولا حول ولا قوة بالله. مأساة ومعاناة وقهر لما واحد يشوف مثلا الزوج يعني يبكي على زوجته بسبب فقره وانه ما قدرش يعالجه. طبعا هذه الاخت عنده السرطان وعنده الكبد، وشرحنا انه يوميا كيف السرطان والكبد ينتشر. الان الكبد قد منتهي تماما، يعني مأكول عليه، وهذا كل التقارير يعني معين فعلا عن سفر للخارج. ايضا عنده الجرع سرطاني وعنده علاجات. الآن يحتاج إلى ثاني يوم، يعني ثاني يوم إبرة البومين، يعني على سبب الورم هذا الذي بالمعدة طبعا يخرج. اليوم هو الآن روحي قبل ساعات من المستشفى، الدكتور قال له يعني ضروري إنه إبرة 23,000. الرجال هذا بكي بكي يعني بداخل المستشفى بكي، يعني من القهر حافي، يعني خرج قال قعدت بسأل حال نفسي، يعني قال منين أنا أباعك، ما فوقي ما تحتي، يعني تعوك على الدرج. قال أنا الآن جالس بالبيت طالبوني إيجار، العقد درك اصرف، العقد درك اكل، يعني ابصر مرتي اللي تموت قدامي، ما اقدرش اعمل لها اي حاجه. انا استحلف لكم بالله جميعا، يعني حسوا بالموقف هذا انه الزوج يشوف يعني ام عياله اللي تموت اللي تموت، ما اقدرش اعمل لها اي حاجه. الان نحتاج له ابر يومين على سفت السوائل هذا، ايضا جرعه السرطان، الكبد كمان شرحنا منتهيه، الاخت بغيبوبه خلاص الان قديم ما اقدرش تتحرك. انا اتمنى واخاطب يعني ضمائركم انكم تنشروا الفيديو هذا رحمه، يعني لانقاذ نفس من الموت، ايضا رحمه للاخ هذا الذي يعاني وليتالم وليبكي. وجزاكم الله الف خير. ليش من حاجه؟ ايش بقى هي بس من الحاله اللي تعذب به؟ اما زعم لي ما اكل ولا مشرب، انا على الله تعالى، هذه بس من الحالة دي تعذبت. والله شاهد علي إن أنا أشتهي، يعني أكذب على الناس، الله شاهد، وإن أنا من قاهر قاهر مكبوت ما يلمش وما يلمش. إن شاء الله تعالى سبحانه وتعالى شبان كل واحد، لو وصل أي واحد المصل يوصل كورنا. يعني كما تلاحظون يعني دموع الرجال وقهر الرجال، النبي عليه الصلاة والسلام تعود، يعني وصلنا لوضع انه الانسان ما قدرش يعالج مرته، ما قدرش يدفع حق علاج. يعني انا مستشفيات، انا منظمات، انا فعل خير، والله ان احنا مسؤولين بين يدي الا لما نبصر. يعني اي واحد منا يحس انه رجال يبكي على ابنه او على مرته، والله ان قرار ذا حين اشرح لكم، وفي نساء اللي داخل الغرفه والله يبكين. حول ولا قوه الا بالله.